استاذ خالد تعرف على حضرتك. استاذ خالد السيد طبعا الثوري المعروف، بس عرف نفسك للمشاهد. خالد السيد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوري. طب النهارده الحمد لله المسيره تعتبر نجحت. الحمد لله. طب اهدافها بقى عشان بس نقول للمشاهد الاهداف 1 2 3. هي 3 مطالب رئيسيه. المطلب الاولاني رفض الالتفاف على الاعلان الدستوري اللي التفوا عليه المصريين في الاستفتاء بان حاله الطوارئ 6 شهور تنتهي في 30/9 والمجلس العسكري بيحاول يمدها تاني. الحاجه الثانيه هو رفضنا التام لكل المحاكمات العسكريه للمدنيين، وبنطلب بالافراج عن كافه المحولين لمحاكمات عسكريه وعرضهم على قضيهم الطبيعي. الحاجه الثالثه هو رفضنا للقانون سيء السمعه بتاع تجريم الاضرابات والاعتصامات، لان احنا زي ما كانت مطالبنا متعلقه بالحريات والديمقراطيه طول الوقت خلال الثوره المصريه، فجزء رئيسي منها هي العداله الاجتماعيه اللي كانت شعار رئيسي في الثوره المصريه، وفي موجه احتجاج عمالي من اسكندريه عمال وموظفين ودكاتره الجامعه ومحامين ومهندسين ومدرسين بتضرب البلد وبتطالب بحقوقها، احنا واقفين معاها ورافضين اي حد يدينها او يجرمها. طب تقول ايه للحركات التي لم تنزل اليوم او الجمعه الفائته؟ لا لقانون الطوارئ. الحركات اللي لم تنزل او لم تشارك، انا في تقديري يعني من حق اي حركه انها ترفض او تقبل انها تبقى موجوده في مسيره. اولا طالما متفقه مع الاهداف فيا ريت تبقى موجوده طبعا، واعتقد انه مفيش اي حركه في البلد دي او ائتلاف او حزب بيطالب بالحريات الديمقراطيه ويبقى غايب عن رفض قانون الطوارئ او المحاكمات العسكريه. في برضه جزء اسلامي محكوم عليه ايام حسني مبارك من حوالي 20 سنه، منهم 12 اعدام ومنهم حوالي 36 محكوم عليهم عسكريا ومنهم غيابيا، فهل انت مع برضه من ضمن المطالب اللي هم يتم الافراج عنهم؟ انا في رايي انه من العار على اي سلطه او مجلس عسكري بيدعي انه حمص ثوره وكان شريك وصانع فيها ان يظل هناك سجناء سياسيين ايا كانت ايديولوجياتهم او انتماءاتهم الفكريه موجودين في السجون لحد دلوقتي من ايام عصر مبارك. طب هم محملين رساله لكل القوى السياسيه وحضرتك على راسهم، عشان انا قلت لهم ان حضرتك طلعتني على المنصه ايام ما كان في معتقلين وكان ليك جزير الشكر ان طلعتني على المنصه وطلبت منصور عصب بالافراج عن المعتقلين. حاليا تم الافراج عن المعتقلين ولم لسه 12 اعدام و36 محكوم عليهم، فانت مع هذه المطالب في افراج عنهم؟ اي مواطن حر مسيس او غير مسيس بيحاول يشارك في صنع مصر جديده تبقى قريبه من قناعاته وتحافظ على احلامه وطموحاته في البلد دي لازم يبقى متضامن مع اي سجين سياسي ايا كان انتمائه. شكرا استاذ خالد. شكرا.